مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا في مهرجان قطر للمناضيل نسخة الاولى. طبعا في 33 نسخة من المهرجان ونأمل زيادة العدد في السنوات القادمة، وحابين بعد ننوه ان 13 دولة من مختلف انحاء العالم مشاركين في هذا المهرجان. طبعا هو مهرجان استعراضي للبالونات وفعالية جديدة في قطر. المهرجان راح يستمر من تاريخ 7 ديسمبر إلى تاريخ 18 ديسمبر. طبعا يصادف فعاليات كثيرة في الدولة، وشاكرين تواجدكم وحضوركم قناة الجزيرة، ونشكر الجهات اللي ساندتنا في إنجاح هذا المهرجان. شكرا جزيلا.